Unit 2, Sound and Light, Lesson 3, Reflection and Reflection of Light. Point number 1, Light Reflection. Sometimes in our daily life, we can observe the formation of inverted images of trees and buildings on the surface of water, or the road when rain falls. لو انت ماشي في الشارع بالصدفة انت ممكن تشوف بقعة مية. لو انت ركزت على بقعة المية دي ممكن تشوف انعكاس لمبنى جنبك، ممكن تشوف انعكاس لعربية جنبك، ممكن تشوف انعكاس لشجرة جنبك. فبمعنى صح احنا بنشوف صور معينة بتتكون على سطح المية. الفكرة دي بقى بتتكون ليه؟ Summary: When light meets a reflecting surface, it rebounds again and is known as reflecting of light wave. لما الضوء بيشوف سطح عاكس بيبتدي ينعكس او بيبتدي نشوف صورة الشخص اللي واقف قدام الميرور ده او الريفليكتنج سيرفيس. دي فكرة اللايت ريفليكشن. اللايت ريفليكشن بيحصل لما يكون عندك اولا لايت سورس، ثانيا ريفليكتنج سيرفيس سطح عاكس. بيبتدي الضوء يعمل حاجة اسمها ريباوندد، انعكاس او ارتداد، يعني بيسقط على السطح ده وبينعكس تاني او بيرتد مرة تانية. Light reflection. It is rebounding or returning back of light waves in the same medium on meeting a reflecting surface. زي ما قلنا هو انعكاس الضوء، هو ان الضوء يحصل له حاجة اسمها returning back، يرتد مرة تانية. بس عايزين نعرف ان الحكاية دي بتحصل in the same medium، في نفس الوسط. ما بيكونش عندي different medium، انت بيكون عندك reflecting surface، سطح عكس. Types of light reflection. Light reflection is classified according to the nature of the reflecting surface into type number A, regular or uniform reflection. Type of letter B, irregular, non-uniform reflection. عندي نوعين من الانعكاس، يا اما انعكاس منتظم، يا اما انعكاس غير منتظم، او بنسميه عشوائي وغير عشوائي, regular and irregular. هنعرف دلوقتي الفرق بينهم وامتى بيكون عندي uniform reflection وامتى بيكون عندي non-uniform reflection. وطبعا احنا هندرس القوانين بتاعة اليونيفورم. مفيش قوانين تربط بحاجة non-uniform، هي غير منتظمة اصلا، فمفيش قوانين بتحكمها. فاحنا هنشوف الفرق بين اليونيفورم والnon-uniform reflection، وبعد كده هنبتدي نتطرق لقوانين اليونيفورم reflection او regular of light reflection. Regular or uniform reflection. This is the reflection of light rays when they might fall on smooth or uniform and glistening reflecting surface. لما الضوء بيسقط على سطح ناعم smooth surface أو نقدر نقول عليه uniform surface. Where the incident light rays are reflected in one direction. هو بقى المهم بالنسبة للسطر الأخير ده. ده الشيء اللي بقدر احكم عليه اذا كان الريفليكشن ده يونيفورم او نون يونيفورم. هو ان الريفليكتد لايت راي، الضوء اللي بينعكس او الـ او الريز اللي بتحصل لها ريفليكشن تكون ماشيه في وان دايمنشن. يعني ايه؟ انا عندي لاين 2 3 4، اللاينز دول عملوا فولينج على ريفليكتنج سيرفيس، حلو. بس الريفليكتنج سيرفيس ده خد بالك يونيفورم او سموث، ناعم. فنفس الاربع خطوط دول انعكسوا بنفس الدايركشن، يعني كلهم طلعوا في نفس الدايركشن ناحيه العينين المرسومه دي، مش واحد ماشي يمين واحد ماشي شمال واحد طلع على طول، لا انا ما بيكونش عندي اكتر من دايركشن، هو دايركشن واحد بس للريفليكتد لايت راي. Examples of smooth surface: a plane of mirror or thin sheet of foil. لو انت جبت مرايه فالمرايه دي بتقدر توفر لك اليونيفورم او الريجولار ريفليكشن. Irregular or non-uniform reflection. إيه اللي أشوفه فأقول عليه ده انعكاس مش منتظم؟ ده انعكاس عشوائي. طيب. It is a reflection of light rays when they meet fall on rough or non-uniform reflecting surface. لما الضوء ينزل على سطح غير منتظم أو سطح خشن roughly surface. Where the incident light rays are reflected. أوكي الضوء بينعكس incident light ray بيحصل لها reflected. ده طبيعي. بس الشرط المهم عندي هي الجملة اللي جاية دي in different directions، عندي أكتر من direction. يعني الفور rays دول بالنسبة لي falling light rays، أربع خطوط أو أربع أشعاعات نزلوا على السطح ده.
اول واحد طلع في مكان، تاني واحد طلع في مكان تاني، تالت واحد طلع في مكان مختلف، رابع واحد بس هو قدر يوصل للعين اللي مرسومه عندي. يبقى معنى كده مفيش ولا واحد من الريفلكتد لايت راي مشى في نفس الدايركشن بتاع التاني. يبقى انا عندي اكتر من دايركشن، ديفرنت دايركشنز للريفلكتد لايت راي. Example of rough surface. Example number one, a piece of wood. Example number two, piece of paper. يبقى الـ two examples دول بيمثلوا لي non-uniform reflection of light ray. في two angles مهمين عندي جدا في الـ light reflection. هما ايه؟ أول angle بسميها angle of incidence، زاوية السقوط، الانجل اللي نزل بيها، اللي مكانها على فكرة في الرسمة number 3. والانجل التانية الانجل الضوء لما حصل له instant light ray نزل على الميرور حصل له حاجة اسمها reflection، انعكس. طب هو انعكس بانجل كام؟ اللي انا بسميها angle of reflection. طب بسيطة، شايف انت الخط المنقط ده اسمه ايه؟ بنسميه the line perpendicular to the reflecting surface، او احنا بنسميه normal of instant point. طيب الخط number 1 اللي هو عليه سهم باللون الاسود ده الضوء اللي ساقط، يبقى بنسميه instant light ray. طب الانجل نمبر 3 دي ما بين مين ومين؟ ما بين النورم او ما بين البربنديكولار وبين الانستنت لايت ري. طب الانجل نمبر 4 دي ما بين مين ومين؟ ما بين الريفلكتد لايت ري اند نورم اوف ميرور. طب تمام، فبيجي بقى يقول ايه؟ بيقول انجل اوف انستنت از ذا انجل بتوين ذا انستنت لايت ري and the line perpendicular to the reflecting surface. ما هو اللاين اللي perpendicular على السيرفس ده بنسميه ايه؟ normal، اللي انا بسميه او ان انا رسمه باللون الاحمر ومنقط at the point of incident. وبعد كده بيقول لي الangle of reflection it is the angle between the reflected light ray and the line perpendicular to the reflecting surface normal at the point of incident. يبقى ده بيعرف لي مكان الincident angle ومكان الreflected angle. Activity to conclude the two laws of light reflection. Materials and tools. Number one, plane mirror. Number two, protractor. Number three, laser pen. Number four, white paper. انت محتاج تجيب ورقة بيضة، محتاج تجيب light source اللي هو بالنسبة لي laser، ومحتاج تجيب protractor عشان احسب قيم الانجلز اللي عندي، ومحتاج اهم شيء بالنسبة لي ال reflecting surface اللي هو الميرور. وطبعا مش محتاج افكرك ان احنا عايزين uniform reflection، فعشان كده جبنا mirror. Steps: fix the plane mirror horizontally and fix it at its edges and white paper and plastic protector perpendicular to it. محتاج بس تثبت الورقة على الميرور وتثبت البروتكتور عشان نقدر نحسب قيم الانجلز. Step number 2: direct a light ray on the plane mirror surface tangent to the paper. وخلي الضوء ينزل على الميرور وفي نفس الوقت يكون tangent للبيبر عشان اقدر اشوف اللايت ده مشى ازاي واقدر احسب قيم الانجلز اللي عندي. Step number 3: measure the angle of incident and the angle of reflection. وجينا قلنا ان دول اهم اتنين انجلز عندي اللي هما الانجل of incident and the angle of reflection. طيب ازاي نعرف دي مكان دي وازاي نعرف مكان دي؟ من الديفاين، ادي النورم اللي هو مرسوم باللون الاحمر برضو، وادي اللايت سورس، يبقى اللي نازل ده بنسميه انستنت لايت راي. الانجل بين النورمال وما بين الانستنت لايت راي بنسميه انستنت انجل. طب الضوء لما نزل على الميرور اتعكس حصل له ريفليكشن، فعشان كده بنسميه ريفليكتد لايت راي. الانجل بين النورم وما بين الريفليكتد لايت راي بنسميه انجل اوف ريفليكشن. طيب Point number 4: change the angles of incident several times. حاول تغير قيم الانجلز اللي انت نازل بيها. And measure the angle of reflection in each time. وقدر احسب قيم الانجل of reflection في كل مرة. يعني احنا كل اللي احنا محتاجين نعمله نخلي الليزر يغير قيم الانجلز بتاعته ونشوف بيحصل ايه لما نغير قيم الانجل of incident مع تغيير الانجل of reflection. هل الاتنين بتغير بنفس القيمة؟ هل دي equal دي؟ هل دي ما بتتغيرش لما بنغير الانسنت؟ هنيجي نشوف بعد كده الobservation والconclusion بعد ما يكون عندنا أكتر من قيمة للانسنت والreflected light ray. Observations. Observation number one: the angle of incident equal angle of reflection. فكل مرة كنت بغير فيها قيمة الangle of incident بلاقيها نفس القيمة بالضبط بتاعت الangle of reflection. يعني لو أنا عملت fooling angle by angle 30 هلاحظ برضو ان الريفلكتد لايت راي بالريفلكتد باي انجل 30.
طب لو فكرت ازود ال 30 واخليها 60، يبقى انا كده عملت فولينج انجل 60، هلاقي برضو ان قيمة الانجل اوف ريفليكشن برضو 60. يبقى بغض النظر عن قيمة الانجل اوف انسنت، انجل اوف ريفليكشن لازم واكيد تطلع ايكوال ليها. بوينت نمبر 2، the angle of reflection it changes according to change of the angle of incident. كل ما تغير قيم الانجل اوف ريفليكشن تتغير مع قيم الانجل اوف انسنت. Since they are equal. وفي كل مرة من التغييرات دي لازم يطلعوا equal. Conclusion. The laws of light reflection. First law. أول قانون عندي يقدر يحكم اللايت ريفليكشن إحنا قلناه في الأوبزرفيشن. اللي هو إيه؟ قيمة angle of incident equal angle of reflection. يبقى كده يكون خلص معانا first law of light reflection. Second law. طيب. خليك متخيل معايا ان ادي الميرور اللي احنا نزلنا عليها. طب تمام، الانستنت لايت راي اللي باللون الاحمر، ريفلكتد لايت راي اللي باللون الاورنج، والنورم. الثلاث خطوط دول نقدر نرسمهم على ورقه واحده، بيبر واحده، تمام، مع ده اللي احنا عملناه اصلا. لو انت ملاحظ ان البلين ده، البلين مش اللايت راي، البلين اللي بيجمع الانستنت لايت راي والريفلكتد لايت راي والنورم اوف انستنت بوينت، هما الثلاثة محطوطة على بلين واحد اللي هو الورقة دي. ولو انت شايف ان الورقة دي perpendicular على الميرور، هو ده بالنسبة لي the second law of light reflection. The instant light ray and reflected light ray and normal to the surface of reflection at the point of instant، الثلاث خطوط اللي احنا اتكلمنا عنهم، all locate in one plane perpendicular to reflecting surface. هما ثلاثة محطوطين او يجمعهم بلين، والبلين ده perpendicular على الميرور. ندخل على تاني بروبلتي بتحصل لي اللايت، او تاني حاجة عايزين ندرسها عن اللايت، اللي هي light reflection، اللي هو انكسار الضوء. الضوء بينكسر امتى؟ مش اللايت reflection، مش انعكاس الضوء. It is a change of the path of light when it travels from transparent medium to another transparent medium of different optical density. الضوء بينعكس لما ينتقل من medium لmedium تاني مختلف في الدنسيتي، او نقدر نحكم عليها ان هي optical density. زي بكل بساطة، انت لو انت راكب العجلة يا سيدي وبتبدل وماشي على الاسفلت، ومرة واحدة دخلت في الطينة ولا دخلت في رملة، خد بالك انت نفس الشخص، انت يعني راكب على العجله دي، بس مره كنت ماشي على الاسفلت ومره دخلت في الرمله، كده عندي اتنين ميديم. هتلاحظ اولا سرعه العجله بتاعتك اتغيرت، وعلى فكره سرعه العجله هتقل لانك انت بدل ما كنت ماشي على الاسفلت دخلت في ميديم الدنسيتي بتاعته بقت اعلى زي الساند بالنسبه لي. وفي نفس الوقت مش تقدر تتحكم في الدركسيون، هتلاحظ ان العجله بتحود منك من غير ما تقدر تتحكم فيها كويس. فالانكسار ده او الانعكاس ده حصل نتيجة لايه؟ ان انت حاولت، لا انت ما حاولتش، انت مش عارف تسيطر على العجلة بتاعتك، انت بكل بساطة غيرت الميديم، فالسرعة اتغيرت. التغيير في السرعة ده قبله تغيير في الدايركشن. وبكل بساطة لو انت بتدحرج برميل على الاسفلت، ومرة واحدة البرميل اللي دخل في الرملة هتلاقيه حاود مرة واحدة، والعكس على فكرة، لو انت بتحاول تدحرج نفس البرميل اللي على الرملة وتطلعه على الاسفلت، هتلاحظ برضه ان الدايركشن بتاعه هيتغير. مش بس كده، سرعته طبعا هتتغير، هتلاحظ ان في الاسفلت كان ماشي سريع جدا لو انت عايز تقارن سرعه البرميل ده وهو بيدحرج على الرمله. فبيقول ايه؟ برميل تشينج its path as in figure when it push it from asphalt to sand then to asphalt. ساعتك سرعه البرميل ده بتتغير، او اتجاه البرميل ده بيتغير لما تتحرك من الاسفلت للساند او العكس. ده نفس اللي بيحصل بالنسبه لللايت، بس احنا حاولنا نشبهها بتشبيه نقدر نتخيله شويه. Light travels from transparent medium like air to another medium like glass. Its path changes due to different of light velocity through different transparent medium, and its phenomena is known as light reflection. تفتكر التغيير اللي حصل في اتجاه اللايت راي ده اتغير ليه؟ لأن بكل بساطة حصل تغيير مفاجئ للسرعة، وكل تغيير للسرعة بيقابله تغيير في الأنجل. يعني اللايت راي ده كان ماشي في الأير براحته، ماشي في الهواء، دنيا فاضيه، جاز ميديوم، مره واحده دخل على جلاس، معنى كده ان الدنسيتي زادت مره واحده. يعني ايه الدنسيتي زادت مره واحده؟ يعني الزحمه زادت، يعني الكثافه زادت، فبالتالي الضوء مش عارف يتحرك بنفس السرعه اللي كان ماشي بيها في الاير. فبالتالي الحل بالنسبه له ان هو يعمل ايه؟ يتكسر، يحصل له حاجه اسمها لايت ريفليكشن. اوبتيكال دنسيتي اوف ذا ميديوم، ديزابيلتي اوف ذا ترانسبيرنت ميديوم تو ريفليكت لايت راي.
ايه هي الاوبتيكال دينستي؟ ايه هي الكثافه الوسط عندي؟ هي قدره الوسط ده ان هو يكسر الضوء ولا لا؟ وكل ما كانت الدينستي عاليه كل ما كان اللايت ري يحصل له ريفليكتد بانجل عاليه. يعني الابيليتي بتاعت الميديوم قدره الوسط ده انه يكسر الضوء تبقى اكبر بكتير. Activity to show light reflection. Materials and tools. Thin rectangular glass block, pencil, laser pen, white paper sheet, ruler and protector. انت كل اللي محتاج عشان تدرس التجربة دي محتاج نجيب جلاس. الجلاس ده بالنسبة لي ميديوم واحد بس. طب والميديوم التاني فين؟ الهواء. يعني الهواء موجود حوالينا في كل حتة. طيب ومحتاج بس قلم عشان تقدر تحدد اتجاه اللايت ري ماشية ازاي. محتاج لايت سورس طبعا اللي هو الليزر بن. وما تنساش طبعا تجيب معاك البروتكتور عشان نقدر نحسب قيمة الانجلز اللي عندي. الستبس. ستيب نمبر 1. Draw rectangular glass block on white paper. حاول تحدد شكل الفريم بتاع الجلاس بلوك اللي انت جايبه. And mark around the block using pencil. Direct light ray, laser pen to a point of incident A. وخلي الضوء ينزل على point A. On side of rectangular glass and draw its path to respect its incident ray. وحاول ترسم بس ايه المسار بتاعه ده هيمشي ازاي. Step number 3. Draw the path of emergence ray from point B on the opposite side of the glass. يعني انت كل اللي هتعمله بالمسطره بتاعتك انك انت ترسم خط ليه الانسنت لايت ري اللي هو نزل عندي عند البوينت A. بس خد بالك لما نزل عند بوينت A راح اتكسر. ايه اللي يكسره؟ لان هو كان ماشي في الاير ميديوم دخل على الجلاس ميديوم مختلف. طب ما الدنسيتي مختلفه يبقى اكيد السرعه برضه هتبقى مختلفه. طيب بس خد بالك ان هو لما بعد ما يوصل جوه الجلاس هيبتدي يكمل ويوصل للبوينت بي ويخرج من البوينت بي. عشان كده بنسمي البوينت بي دي ايمرجنس بوينت، نقطه الخروج اللي بيخرج عندها اللايت ري. عشان كده بنسميه ايمرجنس لايت ري. وبرده بنرسم لاين دي الايمرجنس لايت ري. هلاحظ ان هو في الحاله دي الانجل برده بتاعته اتغيرت. ليه؟ عشان في الحاله دي بدل ما كان ماشي جوه الجلاس طلع وبقى ماشي في الهواء. يبقى معنى كده الميديوم اتغير. قلنا الميديا متغير يبقى الايه اللايت فيلوسيتي تتغير والانجل هتتغير برضه. بوينت نمبر 2. Remove rectangular glass and join the two points A and B with straight line which respect reflected ray. وصل خط بس بين البوينت A والبوينت B بعد ما تشيل الريكتانجلر جلاس. ستيب نمبر 5. Draw A and B dotted vertical lines where each line respects to normal at the point of incident on the interface. وحاول بس توصل كده خط يبقى نورم ما بين البوينت A والبوينت B عشان تقدر تحدد الانسنت انجل والريفلكتد انجل عند كل بوينت من الاثنين. لان انت عندك حالتين، حاله من الاير للجلاس عند البوينت A وحاله من الجلاس للاير عند البوينت B. وتعالى نشوف مع بعضينا الاوبزرفيشن والكونكلوجن. اوبزرفيشن، ايه اللي انا هلاحظه؟ هو انا لايت ري ترافلز فروم اير انتو جلاس اور فايس فيرسيا اتس ريفلكتس. الضوء لما بيمشي من الازاز للهواء او العكس بينكسر، وده اللي انا لاحظته عند البوينت A والبوينت B. The angle of incident 60 is not equal the angle of reflection 34.5. الانجل اللي نزل بيها عند البوينت A اللي هي 60 مش زي فاهم الانجل اللي اتكسر بيها. واكيد لان هو اتكسر حود غير المسار بتاعه فأكيد الأنجل مختلفة. البوينت اللي بعدها بيقول لي إيه؟ بيقول لي the angle of incident 60 is equal to angle of emergence 60. الأنجل اللي نزل بيها بالإير والأنجل اللي خرج بيها للإير برضه هما الاتنين إيكوال. طبيعي لأن ده نفس الميديوم إير وإير فلازم يكونوا نفس الأنجل. هو مش بيغير الأنجل لما الميديوم ما يتغيرش. يعني لو الميديوم ثابت هيفضل زي ما هو. يعني لو اللايت راي ده ماشي في ستريت لاين في الهواء هيفضل ماشي في ستريت لاين. طب أنت عايزه يحود؟ بسيطة. حط له قدامه ميديوم مختلف عن الاير، حط له ووتر، حط له جلاس، حط له اي شيء مختلف غير الاير هتلاقيه الباث بتاعه اتغير. طيب مش هما الاثنين انجل زي بعضيهم 60 و60 اللي هو الفولينج انجل اللي هي موجوده فوق خالص عند البوينت اي والامرجنس انجل موجوده عند البوينت بي. فبيبتدي بقى يقول ايه؟ The incident light ray is parallel to the emergence light ray. الضوء الساقط والضوء الخارج هما الاثنين parallel لبعضهم. Concepts related to light reflection. الجملتين دول احنا اتكلمنا عنهم قبل كده. اتكلمنا عنهم امتى؟ لما شرحنا light reflection. فبيقول ايه؟
angle of incident. ايه هي الانجل اوف انسنت؟ دي الانجل بين الانسنت لايت راي ومن النورمال. طيب فبيجي بقى يقول ايه؟ There's an angle between the incident light ray and normal at the point of incident on the interface. هي الانجل ما بين النورم وما بين الانسنت لايت راي. وكذلك طبعا الانجل اوف ريفليكشن. There's an angle between the reflected light ray and normal at the point of incident on the interface. اخر انجل معايا عايز اعرفها اللي هي الانجل نمبر 3 اللي هي الامرجنسي انجل، زاويه الخروج، اخر انجل عندك. طيب it is angle between the emergence light ray and normal at the point of emergence of the interface. الانجل اوف امرجنس هي الانجل ما بين اي انجل بنحسبها لازم تاخدها مع النورمال او بناخدها على البربنديكولار للسيبريتنج سيرفيس، وما بين الامرجنس لايت راي. مش انت عايز الامرجنس انجل يبقى تاخد الامرجنس راي، مش انت عايز الانستنت انجل يبقى تاخد الانستنت راي، مش انت عايز الريفليكشن انجل يبقى تاخد الريفليكشن لايت راي. خلينا بقى نشوف امتى يقرب من النور وامتى يبعد عن النور، يعني امتى مثلا ينزل بفولينج انجل 60 ويتكسر ب 30، وامتى ينزل بفولينج انجل مثلا 40 فيتكسر ب 60، يعني امتى يبعد عن النور وامتى يقرب للنور. Laws of light reflection. When light travels from transparent medium to low optical density to another of higher optical density it reflects near to the norm. يعني لما بيكون جاي من اللو اوبتيكال دينستي للهاي اوبتيكال دينستي بيقرب للنور. بكل بساطه لو اوبتيكال دينستي مفيش زحمه، فاضيه جدا، ده اير، ده هواء. هاي اوبتيكال دينستي الدنيا زحمه جدا، ده جلاس. حلو، لما يكون جاي من الاير للجلاس، خلي بالك السهم جاي من فوق لتحت في الفيجر نمبر 1، ساعتها اللايت راي بيقرب للنور. لو انت لاحظت ان الانجل اوف انسنت اللي هي باللون الاحمر عندك والانجل اوف ريفليكشن اللي باللون الاخضر اللي عندك، الانجل اللي فوق اكبر من الانجل اللي تحت عشان هو بيقرب للنور. يعني مثلا لو نزل بانجل 60 فجوه يتكسر بانجل اقل من ال 60، 30 مثلا، 40. المهم ان هو يقرب من النور وخلاص. The angle of incident is greater than the angle of reflection. هو ده بقى الشرط بتاعي. انت بقى الانجل اللي نزل بيها اكبر بكتير من الانجل اللي اتكسر جوه الجلاس. بس خد بالك ده من الاير للجلاس، من اللو اوبتيكال دينستي للهاي اوبتيكال دينستي. تعالى بقى نبدل، احنا في السلايد اللي فاتت كنا جايين من الاير للجلاس، تعالى نعكس، نبقى احنا طالعين من الجلاس وداخلين على الاير، يعني نبقى جايين من الجلاس الهاي اوبتيكال دينستي طالعين للاير للو اوبتيكال دينستي. ايه بقى اللي هيحصل للانجل؟ هل الانجل هتزيد؟ هل الانجل هتقل؟ تعالى نشوف. When a light ray travels from transparent medium of higher optical density to another low optical density, it reflects far from normal. لما بيبتدي الضوء يتحرك من ال high optical density لل low optical density بيبعد عن النورم، far away from the normal. يعني الانجل بيحصل لها increase. لو انت لاحظت ان هو جاي من الجلاس وليكن نزل بانجل 30، يطلع للاير بكام؟ بانجل 20 ولا انجل 60؟ ثواني يا مستر، هو نازل بانجل 30 فانا هختار انجل اكبر من 30، يبقى 60، مش تنفع 20، لان انت لازم الانسنت انجل تبقى اقل من الريفلكتنج انجل لان هو هيبعد عن النور. وده اللي بيحاول يوصله لنا في اخر لاين بالنسبه لي. بيقول لي the angle of incident is less than the angle of reflection. الانجل اللي نازل بيها اقل من الانجل اللي اتكسر بيها جوه الاير. اخر حاله عندي، امتى الضوء ما يتكسرش؟ لما ما يعديش على ميديوم، لما الميديوم يتغير. طب اقول لك على حاجه، احنا هنغير الميديوم، يبقى جاي من الاير للجلاس او من الجلاس للاير. طب يبقى معنى كده الفيلوستي هتتغير. طب ثواني بس بالراحه، انا عايز الباث بتاعه ما يتغيرش، مش الفيلوستي ما تتغيرش. يعني ايه؟ يعني من الاخر كده ما يتكسرش، ما يتحوتش، ما يحصلوش لايت ريفليكشن. بكل بساطه تنزل بانجل زيرو. يعني ايه؟ يعني انزل نور. لو انا نزلت بربنديكولار هفضل مكمل بربنديكولار، فبالتالي ما بيحصلش لايت ريفليكشن في الحاله دي حتى لو الميديوم اتغير. يعني لو انت نازل بيربنديكولار هتفضل مكمل بيربنديكولار، او لو انت طالع بيربنديكولار هتفضل مكمل بيربنديكولار. يعني ايه؟ يعني من الاير للجلاس او من الجلاس للاير، مش مهم انت جاي من فين رايح لفين، مش مهم من الهاي للو ولا من اللو للهاي. المهم بالنسبه لي انت نازل بانجل كام؟ نازل ب 90، نازل بيربنديكولار، خلاص هتفضل مكمل على طول ومش هتتكسر. ودي طبعا حاله خاصه لللايت ريفليكشن. بيقول ايه؟ When a light
rays falls perpendicular to the interface between two different transparent media, it paths to another medium without reflection. من غير أي انكسار هيفضل مكمل على طول. معنى كده ان الانجل اوف انسنت ايكوال 0، يعني نازل بانجل 0 وهيفضل مكمل بانجل 0. السلايد ده بيقول ايه؟ absolute reflective index of a medium. ايه الـ absolute reflective index ده؟ بيقول ايه؟ it is the ratio between the velocity of light through the air to velocity of light through another transparent medium. هو بيجيب نسبة ratio divided ما بين سرعة الضوء في الهواء بسرعة الضوء الميديم اللي انت بتتكلم عنه. يعني مثلا لو جيت قلت لك مثلا الـ absolute reflective index بالنسبة للجلاس، هتسألني سؤالين، هو ماشي بالجلاس بسرعة كام؟ وماشي في الاير بسرعة كام؟ كل اللي انت هتعمله هتجيب ratio ما بين speed of light in air to speed of light in glass. ده بيديك حاجة اسمها absolute reflective index. طيب if the reflective index of a medium is high, it means that its optical density is high and vice versa. لو الـ absolute reflective index رقمه كبير فمعنى كده الـ density بتاعته عالية، فبيقدر يكسر الضوء بأنجل كبيرة، يعني بيخلي الـ deviation أو الانحراف يبقى عالي، أو بمعنى صح الـ optical density تبقى كبيرة. The absolute reflective index of any transparent medium is always greater than 1. ليه لازم الـ absolute reflective index لازم يبقى greater than 1؟ طب بسيط، أسألك سؤال، إمتى يبقى الرقم عندك greater than 1 وإمتى يبقى الرقم عندك less than 1؟ بسيط، 1 over 2 equal half، لكن 2 over 1 equal 2. طب حلو، ما هو الهاف ده less than 1 وال2 دي more than 1. طب ليه 2 more than 1؟ عشان هي 2 over 1 رقم كبير على رقم صغير. يبقى لما يكون الرقم اللي فوق رقم كبير عن الرقم اللي تحتيه فيبقى الريشيو بتاعتي مور ذان 1. طب بسيطه، انت لو بتيجي تحسب الابسولوت ريفلكتيف اندكس بتقول ايه؟ هعمل ريشيو ديفايدد ما بين السبيد اوف لايت ان اير تو سبيد اوف لايت ان ذس ميديوم. طب تعال نتكلم بس بالاكزامبل كده عشان نفهم بعضين. لو جيت قلت لك الجلاس، حلو، هتقول لي اللي هي السبيد اوف لايت ان اير ديفايدد سبيد اوف لايت ان جلاس. بكل بساطه، مين اسرع، تمشي في الهواء الفاضي الجاز ولا تخش تمشي جوه السوليد اللي هو مليان زحمه ومليان اتومز والدنسيتي بتاعته عاليه؟ اكيد ما انت جوه الجلاس هتبقى بطيء، يعني انت كنت ماشي سريع في الاير ودخلت بطأت جوه الجلاس، يبقى انت بتجيب ريشيو بين انجل عاليه ما بين فيلوستي عاليه وما بين فيلوستي قليله، يبقى انت بتحط رقم كبير على رقم صغير، يبقى هي 2 اوفر 1 مش 1 اوفر 2. يبقى معنى كده لازم تطلع ريشيو greater than 1، لانك انت speed of light in air اللي موجود من فوق ده اكبر او دي اسرع سرعه تقدر يمشي بيها الضوء، لان مفيش افضل من الهواء. بيقول ايه؟ because the speed of light through air is always greater than through any other transparent medium، لان سرعه الضوء في الهواء هي اكبر سرعه نقدر نوصل لها. ناخد example على القانون اللي احنا لسه اتكلمنا عنه. Problem: if the velocity of light through water is 2.25 times 10 to the power 8 meter per second. انا كده معايا سرعة الضوء جوه المية، تمام. Calculate the absolute reflective index of water knowing that the velocity of light through air is 3 times 10 to the power 8 meter per second. خد بالك ان الضوء بيمشي في الهواء بسرعة 3 times 10 to the power 8 meter per second. طب على فكرة 3 times 10 to the power 8 ده أكبر من 2.25 times 10 to the power 8، يبقى معنى كده سرعة الضوء في الهواء أكبر من سرعة الضوء في المية. يعني يا ناصح، لما تيجي تحسب الـ absolute reflective index وتلاقي الرقم less than 1 تفهم إنك أنت غلطان، لازم يطلع greater than 1. فإيه بقى يقول لك إيه؟ The absolute reflective index of water عبارة عن ratio ما بين الـ velocity of light in air لـ velocity of light in water. يعني هو عبارة عن 3 times 10 to the power 8 over 2.5 times 10 to the power 8، يطلع معايا رقم 1.33، هو more than 1. فأنا كده أنا متأكد إن الرقم ده يعني تقريبا صح، لأنه مش less than 1. Natural phenomena related to reflection and reflection of light. Number 1. Apparent shapes of objects. The pencil which is partially immersed in water appears as been broken due to reflection of light rays coming from immersed part in water. لو انا حطيت قلم جوه كوبايه ميه بحيث يبقى partially
immersed in water، يعني جزئيا مغمور جوه الميه. يعني عندي جزء موجود فوق الميه وعندي جزء موجود تحت الميه. هلاحظ ان القلم ده شبه مكسور، has been broken. ليه؟ لان في عندي light ray نزل جوه الجلاس وبعد كده طلع للاير فانكسر. مش القلم هو اللي مكسور، ده اللايت راي اللي بينعكس منه هو اللي اتكسر. فانت كأن عينك بتشوف القلم مكسور عشان النور اللي بيتعكس منه طالع من two different medium مختلفين في الدنستي، فبالتالي بتشوف القلم كأنه broken. Point number two: apparent positions of objects. Submerged object in water is seen in apparent position slightly above its real position. يعني انت بتشوف الحاجات اللي موجودة جوه المية في مكان مش مكانها الحقيقي، انت بتشوف المكان اللي فوق مكانها الحقيقي. بمعنى ايه؟ لو انا بصيت على مكان العين اللي مرسومة جوه الرسمة اللي عندي دي، هلاحظ ان الضوء ماشى في straight line، فبيشوف السمكة وكأنها موجودة على الستريت لاين او الاكستنشن بتاع الانسيدنت لايت ري، لكن في الحقيقة هي مش موجودة في المكان ده، هي موجودة في مكان تحتيه شوية. ليه؟ عشان اللايت راي لما نزل من الاير ودخل جوه الووتر انكسر وقرب للنور، فانت بتشوف مكان مش المكان الاصلي. Due to reflection of light rays coming from the object away from the normal, where the eye sees the extension of these reflected rays. انت بتشوف الاكستنشن بتاع الانسنت لايت راي، لكن مش بتشوف الانسنت لايت راي نفسه لما اتكسر، فبالتالي عينيك ما تقدرش تحدد المكان الحقيقي للشيء اللي بتبص عليه جوه الميه. Point number three: mirage. It is a natural phenomena that takes place on the desert routes at noon, especially in summer times. ظاهرة السراب أو ظاهرة الميراج دي بتبتدي تظهر أو نلاحظها أكتر في فصل الصيف وفي الطرق الصحراوية، ولازم يكون الوقت ظهر، يعني الشمس تكون طالعة، لأن بالنسبة لي ده السورس بتاع اللايت راي، لما الضوء هيجي منين. بس ليه بتحصل في الصيف أكتر؟ وليه بتحصل في الظهر أكتر؟ لأن في الحالة دي درجة حرارة الهواء بتبقى عالية نتيجة لدرجة حرارة الشمس، فبالتالي درجة حرارة الهواء اللي لمس الأرض بتبقى أعلى من الطبقة اللي فوقيها، فده بيعمل اختلاف في التمبريتشر، واختلاف التمبريتشر ده بيعمل اختلاف في الدنستي، واختلاف في الدنستي ده بيخلي الميديم مختلف عن اللي فيه، فبيحصل لايت ريفليكشن ولايت ريفليكشن، فكاننا بنشوف الارض دي عباره عن مرايه او كان في ميه مكبوبه على الارض، فشوف صوره شجره محطوطه على الارض، صوره جبل محطوط على الارض، وكان في حد كبب ميه على الطريق قدامي، ولما اوصل للبوينت دي اكتشف ان مفيش حاجه، عشان كده سميناها ميراج اللي هي السراب. Object on road sides seems as if they had inverted images on a wet area due to reflection and reflection of light. وبكده شباب نكون خلصنا الليسن اللي هو بعنوان reflection and reflection of light ray.